كريستيانو رونالدو يتضامن مع ضحايا الزلزال في المغرب. في التفاتة إنسانية يقرر وضع فندقه في مراكش رهن إشارة المتضررين من زلزال الحوثي، حيث ذكرت صحيفة ماركا أن ساكنة مدينة مراكش بحثوا يوم أمس عن منازل زلزال من بين فندق رونالدو الذي رحب بهم وكان رهن إشارة المتضررين. وكانت مواطنة إسبانية تقطن في مراكش في حديثها مع قناة إسبانية أن العديد من الأشخاص ناموا في الشارع قبل أن يتم قبول طلبهم باللجوء إلى فندق رونالدو في مراكش. حسب معطيات وزارة الداخلية، ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال إلى هذه اللحظة إلى 1037 وفاة و1204 إصابة، من بينها 721 إصابة خطيرة. المرجو نشر الخبر لتحفيز الناس على التضامن مع المواطنين، ولا تنسوا أن تكثروا الدعاء مع إخواننا في مراكش.